everyone, أنا هلا حاج سليمان, a digital tools expert from L.A.L, Lebanese alternative learning. هالفيديوز هن جزء من المدرس project, ومن خلاله رح نتعرف سوا على different online tools وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على Thinglink. Thinglink نعمل لكل تلميذ بفضل التعلم البصري أو المعروف عنه بالvisual learning. من خلاله فينا نحط مقالات, فيديوهات, صور, شو ما بيخطر عبالنا بقلب محل واحد وبطريقة كتير خلاقة. خلينا نشوف كيف. أولا منفوت على www.thinglink.com, نكبس try for free, بنعمل sign up, منحط الايميل والباسورد, نكبس create account, أو فيها نعمل login مع جوجل إذا أوريدي عنا account. رح أكبس login مع جوجل, رح نقي education school لأنه رح أستعمل Thinglink لهالسبب, رح نقي primary teacher, والهدف من Thinglink هو للتعليم بالسلف. بكتب اسم المدرسة والمادة اللي أنا بدي أعلمها وبكبس على continue. هيك بكون فتت على قلب Thinglink. على ميلة الشمال في عنا الـ 360 library, أو يلي هي المكتبة اللي بقلبها في كتير محتويات بقدر استخدمهم لأعمل نشاط على Thinglink. وفوق عندي الـ content, يعني هي كل شيء أنا بخلقه وبحطه بقلب الكونتنت. رح نكبس create, رح نشوف كل هالخيارات اللي أنا عندي. فينا نقي منها, فينا نقي أعمل صورة, فينا نقي أعمل tour بقلب متحف, أو نقي صورة تكون 360 درجة, فينا نقي timeline, فينا نقي presentation. عن جد فينا نقي كتير أمور. رح نشوف سوا مثل فينا نستخدمه على Thinglink بس لنوضح الصورة أكتر قبل ما نعمل واحدة مع بعض. بنكبس على 360, رح نفوت على هذا الميوزيوم يلي هو متحف. مثل ما شايفين هون التلاميذ بفوتوا على هذا المتحف بيقدروا يشوفوا 360 درجة, يعني فين يبرموا الصورة حتى يطلعوا على المتحف من مختلف الميلات. وهول الايكونز بس يكبسوا عليهم فيهم يحضروا فيديو مثلا متعلق بالمتحف اللي هن بقلبه, ممكن يقدروا اذا كبسوا على ايكون تاني مثلا يقروا مقال عن حدا موجود بهيدا المتحف. فينا نستخدمه بكتير طرق, وفي كتير ايكونز بنقدر نحطها بترمز لاشياء بقلب المتحف. وهول القصص فينا نحطهم لنشرح شو هن السيمبلز اللي نحن عم نستعملهم بقلب هيدا المتحف. هيدا اللي عم تشوفوه هلا قدامكم فينا نحن نخلقه على Thinglink. رح نفوت هلا على المكتبة وننقي صورة من المجموعة اللي موجودة بقلبه. مثل ما شايفين في عديد من البلدان, نحن رح ننقي مثلا ساينس, لنقول بالساينس عم نتعلم عن الفضاء. بكبس على الثلاث نقاط, بكبس كلون. لما اكبس كلون يعني انا عم بعمل نسخة إلي. هلا بطلع لبرا, برجع على الهوم بيج وبيبين عندي بالكونتنت او بالمحتوى كلون اوف سبيس, يعني هيدي النسخه صارت لإلي. بكبس على ثلاث نقاط, بكبس على اديت وبيصير بحق لي هلا اعدل فيها لانه صار عندي نسخه بس لإلي. بكبس اد تاج. مثل ما شايفين هون عندي كتير اشياء فينا نقيها, اذا بدي احط لينك, اذا بدي احط بس محل اقدر ازيد فيه مقالات او كتابة, او فينا احط صورة وفيديو. بقدر اختار اللي بدي. رح ننقي اول وحدة add text and media, رح نكتب مثلا العنوان our stars, ورح نكتب بالdescription you will watch a video that shares facts about the stars. رح حط لهم فيديو من يوتيوب وغير البوتن text, اكتبها مثلا watch the facts here تا حتى هيك حمسن أكتر أنه يفوتوا على الفيديو. بقدر زيد صورة, بقدر حط فيديو كمان, بقدر حط صوتي إذا في حدا بيفضل أنه يسمع بدل ما أنه يقرأ. هلأ فوت على layout, هولي قصص يعني كماليات, بقدر أنه غير ديزاين وحطه مثل ما أنا بدي. وبقدر كمان أفوت على change icon وهون نقي الايكونز اللي أنا بديهم مثل ما شفنا بالمثل اللي فرجيتكم إياه. رح نقي star, وفي عنا كتير كتير icons فيها نقيهم وفينا نحنا نحط الايكونز اللي بدنا إياهن. رح نقي هلأ الستار, هيك بتبين. هلأ بنكبس add tag مرة تانية لنقول نحنا حنقي مثلا add text label. هون بقدر بس زيد كتابة مثلا, ما فينا زيد ولا صورة. رح حط مثلا imagine you are a star now, ونقي كمان ايكون تانية. وبالسيتنجز فينا غير بالقصص, فينا اعمل انيميشن, فينا اعمل لارج بوب اب ويندو, فينا غير الالوان تبع الباك جراوند اللي انا نقيتهم. بكبس دان, وهيك بكون خلقت Thinglink اللي انا بدي اياه. بكبس على رينيم لغير له بس اسمه, رح نسميه اور ستارز. نكبس سيف
هيك بكون خلقنا الثينج لينك بطريقة كتير سهلة. بس اكبس عليها إذا بدي أنا شاركها مع تلاميذي أو زملائي بالشغل. نعمل شير لللينك ونبعت لهم إياه على البلاتفورم اللي نحنا بنستعمله، أو حتى فينا أبعت لهم QR كود وكل اللي عليهم يعملوه هو إنه يعملوا سكان للكود ويفوتوا على قلب هيدا النشاط. وإذا بدكم كمان تبعتوه لزملائكم فيكن تبعتوا لهم إياه بنفس الطريقة، وبس يفوتوا على اللينك بيقدروا يقرروا إذا بدهم يعملوا نسخة منه تيعدلوا فيه أو حتى يستعملوه مثل ما هو. وهيك منكون وصلنا لآخر الفيديو. stay tuned حتى نتعرف سوا على غير أونلاين تولز وكيف نستخدمهم بالفيديوهات الجايين.